بسرعة. فين الانتيريور بتاعها؟ اهو قلنا ان الانتيريور بيبقى ميديال تو ثيرد، الكيرف الكبير ده بيبقى ميديال، كيرف الكبير ميديال، والجروف بيبقى لتحت. يبقى العظمة دي فين؟ ليفت. دي ليفت كلافيكل. اوكي طيب الناحية دي بتمسك في ايه؟ الاند اللي في الاخر ده سترنال اند صح؟ الناحية التانية ده بيمسك بايه؟ بالاكروميان اند. فاحنا طبيعي ايه هو الاكروميان؟ احنا عارفين الاسترنال اند صح؟ اللي هي ايه؟ عظمة الاسترنم. طيب التاني الاكروميان عارفينه؟ بروسيس في الاسكابيلا صح؟ غالبا دي اسكابيلا مش على نفس العدلة. دي اسكابيلا ايه؟ دي اسكابيلا رايت خلاص؟ فمش هينفع دي تظبط عليها، بس المفروض يعني خلاص المفروض ان ده اسمه ايه؟ كوراكويد. ده اسمه اكروميون، ده اسمه اكروميون، ده كوراكويد اكروميون. فالمفروض الاسكابيلا بتيجي تمسك كده ماشي؟ اتفقنا؟ عشان كده ده اسمه ايه؟ ها؟ اكروميال اند، اكروميال اند او اكروميال فاسيت، اكروميال اند او اكروميال فاسيت، استرنال اند او استرنال فاسيت. شايفه كلمه فاسيت؟ فاسيت دي يعني ايه؟ يعني ارتكولار سيرفيس، اي حاجه مكان بيلتقي فيه عظمتين مع بعض بنسميه فاسيت. اي عظمتين بيمسكوا مع بعض في مكان معين بنسمي الجزء اللي بيلمسوا فيه بعض اسمه فاسيت. اوكي يا جماعه المصطلحات دي برينسيبلز. بنتعب في الاول واحنا بناخد كلافيكل، لما نخش شويه على عظم اكبر تلاقي الموضوع بقى اسهل لانها نفس المصطلحات. هي هو ده عيب التشريح، في اوله صعب بس تحس بالمعاناه في المصطلحات الكتيره اللي احنا بايه بنقولها. فاذا هنمسك الكلافيكل ليها تو فاسيت صح، وليها جزء من فوق اسمه ايه؟ سوبيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس او انفيريور سيرفيس. الانفيريور من تحت فيه ايه؟ ثلاث حاجات، ما تبصش، ترابيزويد ايه؟ لاين، كونويد، تيوبركل صح؟ وايه تاني؟ جروف اسمه ايه؟ سب كليفيان جروف، الخاص بالسب كليفيس ماسل، سب كليفيان جروف. اوكي وبعيد خالص كده في الامبريشن ده بتاع الكوستو كلافيكولار ليجمنت، ده مش مهم خالص بالنسبه لكم يعني، مش حدش هيسالكم عليه اكيد يعني، بس هو غالبا دي صوره جايه من جوجل كده فحطها زي ما هي خلاص. الحاجه المهمه هم دول بالظبط، السب كليفيان جروف، الكونويد تيوبركل، والترابيزويد لاين. يا جماعه انتوا هتشوفوا يعني هتمسكوا دلوقتي الكلافيكل، امسك كده تعالى، ايوه تقرب قرب ايدنتيفاي بقى، تعالى اقف كده بس امسك، قول لي بقى واحده واحده بقى كل حاجه موجوده بسرعه، قول لهم اه تمسك الكلافيكل ازاي؟ لازم تمسكها صح عشان تجيب كل حاجه كده. اشمعنى كده؟ ايه فين الانتيريور سيرفيس بتاعها؟ ده الانتيريور، ده اللي من فوق ايه؟ امسكها صح الانتيريور يبقى ده ماشي، شوف تشاور كده لكن ده اسمه ايه؟ ايه ده السوبيريور، سوبيريور بالظبط. ها هنا الترابيزويد لاين ماشي، ترابيزويد لاين ده الكونويد، كونويد تيوبركل، الجروف اللي هنا ده شايف ماشي ايدك كده هتحس بالجروف، حسيته؟ حسيت الجروف ماشي. ها سب كليفيان جروف، وهنا في امبريشن كده شايف، لما تحط ايدك هنا كده الجزء الخشن ده، ده اللي بيمسك فيه الليجامنت اللي بيثبت الكلافيكل في الايه؟ في الاسترنم، اسمه سترنو كلافيكولار ليجامنت. تمام؟ هو ده معنى الكلمه، او كوستو في الكوستال، في الفيرست كوستال اسمه كوستو كلافيكولار ليجامنت خلاص، اللي بيخلي الكلافيكل دي ثابته في مكانها. عشان كده الاطفال الصغيرين لما بيقعوا على ايديهم، حد عارف الموضوع ده؟ بيقعوا على ايديهم كده اوت ستريتشد هاند، العظمه بتروح زقه فوق فعظمه الكلافيكل دي تتكسر. ليه تتكسر؟ لان الليجامنت ده بيتقطع فما بتفضلش ثابته مكانها فتتكسر نصين. تمام ماشي، يبقى كده دي الايه؟ الكلافيكل. اه احنا قلنا ايه انواع البارتس بتاعت السكيلتون؟ اكزيال وايه وابنديكولار. حلو قوي. طيب يبقى اذا الكلافيكل خلاص قلنا ان ليها تو اندز صح، وقلنا ايه تاني؟ تو اندز ليها ايه تاني بسرعه؟ نوعها ايه؟ لونج بون. ايه تاني؟
عايز اي معلومه عن الكلافيكل فيها ايه يا جماعه؟ فيها كونويد تيوبركل ماشي بالظبط وترابيزويد لاين سبكليفيان. انا هشيل الصوره بعد شويه ماشي اوكي جروف تمام. هي دي الكلافيكل وقلنا ان هي ليها جزئين جزء ميديال 2 ثيرد وجزء ايه لاترال ثيرد. ميديال 2 ثيرد ولاترال ثيرد جزء الميديال شايفين مقسومه تلتين وتلت اهي تلتين وتلت تمام. دي كده الايه عظمه الكلافيكل. دي شمال ولا يمين؟ شمال. ليه شمال؟ هنحط الجروف لتحت خلاص ونخلي الميديال 2 ثيرد ميديال يعني جزء الكيرف الكبير نخليه ميديال نعرف هي شمال ولا يمين. واضحه صح؟ ماشي نخش على تاني عظمه. تاني عظمه عندنا اللي هي هتبقى الاسكابيلا خلاص. عظمه الاسكابيلا او معناها بالعربي هي عباره عن انت تحب الاسكابيلا اسمها ايه بالعربي؟ لا انا ايه اصلا عظمه لوح الكتف. اللغه العربيه معبره جدا جدا. لوح الكتف هي عباره عن عظمه جوه الكتف وعباره عن لوح صح اهي. صفاتها ايه؟ عباره عن عظمه فلات بون صح صح كده فلات. ايه صفات الفلات يا اسمك اسمك امنيه ها ايه صفات الفلات؟ ان هو بيبقى كيرفد صح. فدي عظمه فلات دي عظمه فلات صح باين قوي عامل زي الطبق اصلا اوكي ماشي. دي فلات ماشي. السكابولا يا جماعه ليها 3 بوردرز و3 انجلز و3 فصص. يعني ايه فصه؟ فصه اي مكان نازل لتحت صح. ايه الاماكن اللي نازله في العظمه لما نيجي نمسكها كده؟ انا مش عارف حاجه في العظمه دي. يعني العظمه دي اول مره اشوفها في حياتي. ايه الاماكن اللي نازله؟ عندنا الحته دي الحته دي اللي فوق والحته دي اللي فوق صح. العظمه دي اسمها ايه؟ عايز اسمع صوت يا جماعه. اسمه سباين. عظمه اسمها سباين. يبقى العضله او الفصه اللي فوق دي اسمها ايه؟ سوبرا سباينس فصه. والحته اللي تحت اسمها انفرا سباينس فصه. سوبرا وانفرا وسباينس صح كده. ليه؟ لان في حاجه اسمها سوبرا سباينس ماسل اللي هتنام هنا في المستقبل قدام لما تكملوا شويه في التشريح. عضله اسمها سوبرا سباينس ماسل انفرا سباينس ماسل. هنا سب سكابولار فصه. يعني ايه سب؟ يعني تحت. ليه قلنا تحت؟ لان لوح الكتف شكله كده في جسمنا. فالعضله دي او الفصه دي مستخبيه تحت لوح الكتف فسميناها سب. دي سوبرا دي انفرا ودي سب ايه؟ سكابولار فصه. يبقى كده ثلاثه فصص اوكي. يبقى كده اتفقنا ان السكابولا ثلاثة. رقم ثلاثة هو اللي تفكر فيه. فيها فصة وفيها انجل وفيها بوردرز. اتفقنا؟ طيب واحدة واحدة كده نبدأ ايه نخلص الحاجات دي مع بعض. رقم واحد ايه الانجلز؟ احنا قلنا الفصة صح؟ ايه البوردرز اللي موجودة؟ اهو احنا مش مسكنا البتاع اول مرة. ايه البوردرز اللي احنا شايفينها؟ اول حاجة لازم نعرف العظمة دي يمين ولا شمال؟ دي يمين ولا شمال؟ يمين. ليه؟ عشان اكيد انا مش هحطها كده والعظمه اللي هي بتاعت الهيومرس هتبقى موجوده من هنا. واللوجيك هي موجوده كده صح؟ تمام؟ اذا هي يمين. طيب يبقى البوردر ده اسمه ايه؟ ميديال. ميديال بالظبط كده. طب وده؟ لاترال. واللي فوق؟ بترشيش من ورقه. ماشي. اللي فوق اسمه ايه؟ سوبيريور. يبقى اذا سوبيريور بوردر ميديال بوردر لاترال بوردر خلاص. طب الانجلز في كام زاويه انت شايفها؟ ثلاثة. اللي فوق دي هنسميها سوبيريور سوبيريور انجل. اللي تحت هنسميها انفيريور انجل. الجزء اللي من بره هنسميه لاترال انجل. اتفقنا؟ دي كده الثلاث حاجات اللي هم الايه اللي بره القصه خالص. هيتبقى لنا ايه في السكابولا عشان نفهمها؟ اي سكابولا عايزين نعرفها هي كده بص انتيرور ولا بوستيرور؟ بالمنطق كده السباين بوستيرور والجزء ده بيبقى انتيرور صح؟ يعني وانا واقف كده انا السكابولا بتاعتي شكلها كده معاكم صح؟
اتفقنا؟ السكابيولا بتاعتي شكلها كده. خلاص؟ اتفقنا؟ ماشي. فاذا وانا واقف المفروض مكمل هنا ايه؟ مجازا يعني، هو ده طبعا ايه؟ مجازا. دي اسمها ايه؟ الكلافيكل اهي، صح؟ متركبه مع الايه؟ الاكروميون. الجوينت ده اسمه ايه؟ استرنو ايه؟ اكروميون جوينت. عظمه الاسترنم مع عظمه الايه؟ الاكروميون. ماشي؟ الاكروميون بيكمل ويعمل السباين. الاكروميون بيكمل ويعمل سباين. طالع هنا حاجه اسمها كوره ايه؟ كوراكويد. كوراكويد بروسيس. يبقى عندنا تو بروسيس، اكروميون بروسيس، كوراكويد بروسيس. زائد ان في كافيتي هنا شكلها جميل. ده لما نبص على الايه؟ على السكابولا بالمنظر ده. اللي عندنا كافيتي جميله اسمها جلينويد كافيتي. دي اللي بيقعد فيها مين؟ الهيدي في هيومرس. تخش جوه الجلينويد ايه؟ كافيتي. كل انواع الجوينت اسمها سينوفيال جوينتس، اللي هي ليها علاقه بالمفاصل الكبيره. ده اسمه سينوفيال جوينت، اللي في الركبه اسمه سينوفيال جوينت، اللي في الهيب اسمه سينوفيال جوينت. عشان اي سينوفيال جوينت بقى لازم يكون عباره عن بول وسوكت. يعني الجوينت ده اسمه كده، اسمه بول، كوره وسوكت يدخل جواه. اوكي؟ عشان الحركه تبقى سهله. ماشي؟ طيب يبقى اذا الجلينويد ده اسمه جلينويد ايه؟ كافيتي. جلينويد كافيتي. تحت الجلينويد على طول هتلاقي في حاجه كده اسمها انفرا جلينويد تيوبركل. خلاص؟ انفرا جلينويد تيوبركل. وفوق هنا لوحه كتف حاجه اسمها، انتوا بالمنطق هنا مش ده بوردر؟ اسمه ايه؟ سوبيريور بوردر، صح؟ اي حاجه نزل تحت كده اسمها ايه؟ الايفون لما عمل البتاع السودا اللي فيه اسمها ايه؟ نوتش، صح؟ ده نوتش. ده نوتش في السكابيولا، فهنسميه ايه؟ سوبرا سكابيولار نوتش. سوبرا سكابيولار نوتش. يبقى اذا السكابيولا فيها اثنين بروسيس، واحد كافيتي، واحد نوتش، واحد سباين. والفصات والانجل والبوردرز، هي دي السكابيولا. اتفقنا؟ اتفقنا؟ كده دي السكابيولا، ده النوتش، يعني هو ده النوتش اللي موجود اهو، شايفينه؟ دي عظمه اسمها، الجزء ده اسمه ايه؟ بسرعه. ما هو انت عشان تتخيلها اهي، ايه اللي في وشك؟ الكوراكويد مش الاكروميون. تمام؟ فانت لما يبقى قدامك مش شايف السباين، يعني لما تبقاش شايف السباين، فاللي في وشك بيبقى الكوراكويد، لان الاكروميوم بيطلع من السباين. حلو الكلام؟ فصوره زي دي لما يجي يقول لك ايدنتيفاي ده ايه؟ انت مش شايف سباين هنا، فانت هنا بتبص عليها من قدام، فده اسمه الكوراكويد. والاكروميوم اهو ورا، ده اللي هو الجلينويد، صح؟ ماشي، اوكي. ندور على عظمه الهيومرس. ماشي؟ دور عليك يا كريم. كريم صح؟ ركز عشان انت اللي هتطلع تكملها كلها. ايه؟ هتطلع كده، هتيجي هنا، هتيجي تنورنا دلوقتي. مش هتيجي؟ مش حابب، براحة، هتطلع غصب عنك. ماشي، اوكي. الهيومرس خلاص، نحة بسرعة، لونج بون. ايه صفات اللونج بون؟ تيوبيلر و ليه تو اندز و لونج اكسس، صح؟ وبيتصل بعظمتين. مش ده حاصل؟ حاصل عندنا هنا، العظمة بتتحط هنا، بولاند سوكيت، صح؟ العظمة ليها هيد وهيد وشافت في النص. هيد وهيد وشافت في النص، ما بين الاثنين، ما بين التو هيدز، اوكي؟ طيب. الهيد اللي فوق ليها تونكس، مش نيك واحدة، يعني مش رقبة واحدة، ليه رقبتين. ليه؟ لأن العظمة دي بتكسر كتير جدا، بالذات في الأطفال. او حتى في ناس كبير في السن لما بيبدا يخش في هشاشه، فعشان كده عملوا له نيك مخصوص اسمها السيرجيكال نيك. في اناتوميكال نيك، النيك التشريحيه اللي هي الطبيعيه. احنا بالنسبه لنا فين النيك؟ اي حاجه كبيره، يعني مثلا لو بالونه والبالونه دي جينا قفلناها من تحت، فين النيك بتاعت البالونه؟ الجزء اللي من تحت اللي احنا قفلناه، والهيد بتاعها فوق، صح؟ فالهيد بتاعت الهيومرس اهي. النيك بتاعتها فين؟ الجزء اللي هو الجروف ده اللي لونه ازرق، شايفينه؟ ده هيبقى اسمه سيرجيكال ولا اناتوميكال؟ ده الاناتوميكال، ده النك التشريحيه بتاعت العظمه. واذا الهيومرس فيها الهيد من فوق، وبعد كده سيرجيكال، سيرجيكال اناتوميكال، فيها اناتوميكال نك، وبعد كده سيرجيكال نك موجوده تحت. اتفقنا؟
كده دي النيك والهيدز بتاعت الايه بتاعت الهيومرس. الهيومرس فيها حاجتين كبار جدا اسمهم جريتر وليسر تيوبروسيتي. خلاص جريتر وليسر تيوبروسيتي ما بينهم هيبقى حاجه اسمها انتر ايه او تيوبركل. خلاص ما بينهم هيبقى ايه انتر تيوبركل ايه جروف او سلكس. خلاص او بايسيبتال جروف في مكان تاني بيمشي فيه ايه بقى عارف القلب بايسيبتال جروف عضله البايسبس التندون بتاع البايسبس التندون بتاع اللونج هيد بتاع البايسبس مش معقول البايسبس هتمشي في الجروف ده خلاص فبيمشي فيها التندون بتاعه البايسبس هند التندون بتاع الايه واحد ده واحده من الهيدز بتاعه البايسبس. خلاص انا بحاول والله اختار المصطلحات اللي مكتوبه عندكم عشان خاطر لو هي دي اللي هي ايه هتتسيروا على اساسها يعني بس